كل الناس اللي مش مشتركه عندنا، زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. يا ريت الناس اللي بتتفرج على الفيديو دوت ان شاء الله يا ريت تدعمنا من قلبهم، وان شاء الله النتايج الرويال بلاك اللي كنا عاملينها قبل كده للتبني الناس اللي كانوا المفروض جايين ياخدوها ما حدش جه. ان شاء الله الفيديو دوت هينزل بكره ان شاء الله، هعمله رايح اصور مزرعه عند حد وهحط المقدمه دي في اول الايه الفيديو. اي حد ان شاء الله عايز النتايج دي يا ريت يسيب رقم تليفونه وعنوانه. يا ريت اللي الناس اللي تكون جاده، لان معظم الناس كانت من القاهره من السويس من كفر الدوار من كفر الشيخ ومحدش جه اخد الكلبه. فالكلبه دي تبني لناس يبقى قاعده في بيت ان شاء الله في كلاب جايه. عايزين نشوفوا دعمكم معانا زي ما الواحد بيحاول ان هو يفرج الناس اللي عندنا. ما تنسوش شير الفيديو عشان كل الناس تكسب وكل الناس تتابعنا وكل الناس تربي كلاب ان شاء الله. يلا بينا. كل الناس المشتركه عندنا زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. ان شاء الله النهارده واحد من المتابعين كلمنا ناحيتنا كده اهو ناحيه العجمي، عنده مزرعه لسه بيعملها او عملها او شطبها او لسه مش عارفين بالظبط، عنده استضافه بيع شراء تبديل تدريب كل دوت ان شاء الله هنشوفه. يعني زي ما انتوا عارفين الواحد بيحب يخل الناس لما حد بيوصله في اي حاجه الواحد ما بيتاخرش، بس اهم حاجه يبقى هو قريب من الواحد عشان الواحد يعرف يروح له. وربنا المستعان وربنا يكرم كل الناس يا رب، وان شاء الله هنروح ونشوفه عنده ايه وايه الدنيا وبيشتغل ازاي او بيعمل ايه كل ده ان شاء الله هتشوفوه معانا. ويلا بينا. ليه؟ اه ايوه الشارع اللي بعد العجم اللي هو البيطاش علامته برج العائله. الشارع هو بقى دوت اللي دخلنا فيه ويا مسهل الحال يا رب. عند مدرسه موسى. شارع هذا؟ ماشي قيس ال بالعده اهو داخلين. طب هم ليه يا عمر بس قلت لي انا مش عارف ايه؟ خش يا عمر مالك، ده عاملين الشارع على قد المكن. هو على البتوع بس اللي عند الدراعات دي تتكسر على دغدغه. يلا عمر الحمد لله وصلت بالسلامة الحمد لله. يلا يلا الحمد لله دل على السلامة يا عمر. وصلنا بالسلامة الحمد لله. يلا بينا. بص الجدول يا عم انت. لا بس دي كان فيها عده وكان بيخش. ماشي لا صغير الجدول. الجدول كام؟ لا في ثالث الرابع. ها؟ التالت الرابع. هي التالت والسوشي الرابع. ماشي بيقول لك الثالث ولا ايه السابع؟ لا هي الثالث الرابع بس. ماشي نعمل موضوع. يلا طلع الثالث الرابع الحمد لله. بس عارف
طبعا هنا انا مكان اهو زي ما انتم شايفينه لسه بيقفل اهو بيظبط الدنيا، ربنا يسهل له الحال. انت هنا بتعمل ايه بقى سيد المكان؟ عامله ايه وايه؟ اضافه وشراسه وبيع وشراء و... آه. وكل حاجه الحمد لله. ربنا يرزقك خير يا رب. كده كده انت لسه بقى هتخلص وبتقفل وبتظبط، ربنا يرزقك خير يا رب. قول بقى اوصف برضو المكان بتاعك. شارع برج العائله في مجمع المدارس، خلف مجمع المدارس. يعني ده فين؟ ده في نويبع؟ العجمي. اه طيب جوه يعني فين اللي دوت؟ لا ذكر ما شاء الله. تخليه يطلع بقى بره شويه الكلب، ما شاء الله كلب سكه قديمه. جميل. خليه يبقى بجنبه، خليه يجي بجنبه. استنى الجنزير تعالى، عدي له الجنزير. طيب فك الجنزير من البتاعه وعديه من تحتيه. ما شاء الله كلب فيه حجم الناس والحاجات اللي خلص كلب كده. ابعد عنه الكلب ده لسه جايبه. اه ابعد عنه عشان لسه الكلب مش مطمن. الكلب ده انت بتطلع منه؟ لا. لسه الكلب لسه بقى جايبه. بص الكلب رايح على اي حد. تطلع منه يعني؟ ربنا يبارك لك فيه يا رب. من غير ما يتزاول هو شغال. هو الكلب ما شاء الله. تعالوا انا كمان عشان الجنزير قصير كمان. ده الحاجات دي بقى في حاجه بتطلع منها ولا انت دوت شغال خشب وكله خشب على النص؟ ها خشب على النص. سيبه بقى، ابعد ايدك عنه، ابعد ايدك عن الكلب. ماشي برضه شغال مش وحش. عنده قد ايه ده؟ ده سنة وشهرين. ها؟ سنة وشهرين. تتكلم في كام؟ 5000. ربنا يرزقك خير يا رب. ودي ايه؟ لا دي حبيبتي دي. دي جيرمان عندها سنة وثلاث شهور. ودي لك ما شاء الله، دي حاجة جميلة ما شاء الله. ده دي جميلة ما شاء الله. دي مقاعدها للجواز. ربنا يرضيك منها خير ان شاء الله. كلبة برضو ما شاء الله فيها ظهر وديل لون منجو جميل. الشبح ده ايه؟ لا الشبح ده حراسة المكان. ده عينه فيها حاجة دي؟ هو عينه فيها من ساعة ما اتولد. تمام دي.
ده عنده قد ايه ده؟ ده عنده 5 شهور. بتتكلم فيه بكام ده؟ 2000 جنيه يا مسهل. يا مسهل الحياة. كلب 5 شهور اهو، عينه زرقاء. والكلب اللي كان مربوط هنا في العمود ايه؟ دي انتاية؟ دي برضه بتاعتك ولا بتبيعها؟ ربنا يرضيك. جولدن؟ جولدن؟ لسه منضفه النهارده. النتايه الجولدن دي منضفه ايه لو حد برضه ايه عايز يشتريها. بكام دي؟ مسهل الحياه. ربنا يرزقك خير يا رب. لما نشوفه المكان اهو لسه بيتعمل. ربنا يسهل له الحال يا رب. بيبتدوا بقى يعني عاملين مشروع اهو وربنا يرزقهم خير يا رب. زي ما انت شفت كده المكان ما شاء الله هم لسه بيكمل المكان، هيقفل البيبان ويظبط الدنيا. هنا شغالين هيشتغلوا تدريب استضافه بيع وشراء تبديل كل حاجه، ربنا يسهل لهم الحياه. زي ما جينا قلنا يعني زي ما انت بتشوف مثلا واحد صاحبك قريبك بتعمل مشروع، ربنا بيرزقك خير يا رب ويكرمك منهم ان شاء الله كده اهو. قول بقى نمرتك عشان اي حد بقى محتاج اي حاجه يكلمك برضه على طول. 012-744-12753. ربنا يا رب يرزقك خير يا رب. اي حد بقى محتاج اي حاجه في الكلاب دي يكلمه برضه على طول في العجمي شارع برج العائله. المدارس. ها؟ ربنا يرزقك. احنا لسه بنقول اهو في كلب كوكيجيان. في كلب كوكيجيان للجواز بس انت يعني جيت بدري فما لحقتش اجيبه. موجود معايا في اكتوبر. عايزين له بتاع حلو بس. لو كده هعمل له فيديو ليه. فيديو او صور. اهو معايا جبته فيديوهات بتاعته. جابه من زي ما انتم شفتوا كده المكان اهو لسه بيتظبط وبيظبطوا نفسهم وربنا يكرمهم خير ان شاء الله. اي حد محتاج بقى اي حاجه يكلمهم هم في العكان برضو. الشباب اهي عاملين مشروع ربنا يرزقهم خير يا رب. هو بس كل اللي هو Ha ha ha!
وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا هون سادتي وسادتي تنتعلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه. انا فعاله في الهجوم مرجه مسجله، اوعى تقول انك مشكله، تعالى بص وخد توقيع. افضل كتير فيهم اتعوروا، ممنوع حد يزرزرنا، احنا اصلا مين يقدرنا؟ يا صحبه في داهيه دي، يا صحبه في داهيه دي.